قناة الدراما المغربية. لا تنسى الاشتراك وتفعيل جرس الإشعارات لتتوصل بجديدنا دائما. على الله الله يسهل على الله الله ينور دير باش لقى الله دير باش لقى الله يا بيبي هذا البرهان مرحبا الله يبارك فيك اجي اجي شتي هاد الخزانه هذا راه بغيت كيخرج للجرده ما كتعرفو حتى حد غير انا والشيفور وعلاش كتوريه لي تعرفيني الراجل مزوج مسؤول في الدوله ولازم خصني ناخذ الاحتياطات ديالي المهم الا جا شي حد على غفله غتخرجي من هاد الباب وغتجبري الشيفور يوصلك لدارك تفاهمنا متفقين دابا تهنيتي ايوا دابا تبعني
تعطل الله دورته دابا. ايوا شنو بغيتي دير؟ ضروري ندير شي حاجه ولا غادي نسدو. علاش غادي تسد؟ ايوا ومني يجيو الناس وما يلقاوش ناصي اش غنقول لهم انا؟ ايه وانا فين مشيت؟ انت من بعد شكون لك واحد الحاجه ناصي الا ما جاتش غنسدو نمشيو ندورو نعس احسن. السي الفهامه دابا انت مقبله وتتهضر، عندك شي حل؟ تتعرف شي واحد يقدر يحل لنا هذا المشكل؟ كاين سيد اللي غادي يحل المشكل، ولكن المشكله في نانسي خفت لا دري مع شي فضيحه. نانسي ضربه عليا انا، دابا خاصني نحل هذا المشكل ديالي دابا. اتصل به تليفوني انا مساري خواتي لاكار. هاك التليفون ديالي ابون موعده سيكا. الو ما عرفتينيش؟ معاك مسيكا. بغيت نعرف دابا علاش باقي نشاديني. انت هنا على ذمة التحقيق. داكشي كاع اللي كنت عارفة رانا قلته. بغيت تكون معايا. انا سمحوا لي سيادتكم عارف صوتكم. افكتيفمون نعم اوامركم. لا غير تهناو. نعم اسيدي تهناو. كنتي سولتيني على المده اللي غادي تبقي معنا هنايا. ممكن نقول لك هاد المده راه سالت. يمكن لك تمشي فحالك. شكرا. ولكنني نبغيوك نصيبوك. شتا خرجت؟ خرجت ما فهمتش. وحتى نفهم انا عاد نفهمك انت. اسمح لي شنو درتي؟ على حسب اقوال السائق الباب السري اللي دخل منه القاتل كيعرفوه خمسه ديال الاشخاص اللي هما السائق نانسي سناء وفوزيه. شكون هي سناء وفوزيه؟ سناء صاحبتها خدامه معاه في نفس الفندق. فوزيه كانت خدامه في نفس الفندق ولكن سابقا. مزيان اسمعني اش غادي نقول لك. لا انزل. لا ليش؟ لا حبيبي يلا. لا اجي انزل. السلام عليكم. وعليكم السلام. السيدة فوزية عزاوي؟ هي أنا. شنو حبي خاطر أسألك؟ هو لو بغينا غير بعض المعلومات. واش نعرف شو هالمعلومات اللي تيبي؟ أرجوك سيدي الأمر يخص السيدة فوزية. السلام. خلاص حبيبي ما في مشكل. ادخلوا بعدين أنا أقول لك على كل شيء. ما يخالف. أنا حنتظرك في البيت. لا شك في راسك بأنه السي شرفي مات مقتول، وحسب البحث وسمع الأقوال تبين لنا بأنك كنتي على علاقة به. هي ما كانتش علاقة، وكان كيعرف راجلي. فرصنا بأنك كنتي كتقصري معاه. واحد الليلة جات مراته وخرجك من الباب السري. الله يخليك أسيدي، الله يجازيك بخير. كيف ما كتشوف راني مرا مجوجة دابا، والمشاكل ما عندي ما ندير بهم. لا لا ما تخافيش، هاد الهضرة تبقى بيناتنا. ولكن تقولي الحقيقة. فعلا هادشي اللي وقع. ملي جات مرتو خرجني من الباب السري، ومن بعد بدا كيهددني باش ما نقول هادشي حتى شي واحد. وانت ما عاودتي حتى؟ لا. متاكده؟ لا اقسم بالله. اولا لانني خفت من التهديدات ديالو، ثاني حاجه صافي تزوجت ما بقى عندي ما ندير به. واخا يوم 15 يوليو من 12 الليل 2 الصباح فين كنتي؟ انا من 14 حتى 18 يونيو ما كنتش في المغرب، كنت انا وراجلي في فرنسا. بون هذا الرقم ديالي، الى عرفتي شي حاجه اتصلي بيا، ولا احتاجيناك خصني نلقاوك. شنو غادي نقول لراجلي؟ تقدري تقولي له احتاجيناك في واحد الشهاده ديال حديده السير مثلا.
قبل ما يهيم. شكرا يا سيدي. على سلامتك اختي. كون داز عليا انا داكشي اللي داز عليك كون مت ولا حماقيت. ياك بعدا اختك قويه هاجي ما تكونيش زعما انت اللي قتلتيه. حرام عليك. هي كنضحك معاك. ايوا شنو ناويه ديري مع السيد اللي قلت معاك حتى خرجتي؟ اش غندير؟ غنشوفو. رجال بحال هادوك خصك ديما تخليهم في جنبك. كتقولي لي انا علاش كتعرفيه؟ قصرت معاه باش هيك نعرفو. العجب خاصك تعرفي بلي هاد الكروش الحرام اللي دارين بك انتي اليوم واحد النهار كانوا كيبوسو ليا رجلين ملي جيتي انتي تسيفو عليا انا. كما ندمتي اللي جبتيني. نوضي نوضي تمشي نوضي الجمهور ديالك كيتسناك نوضي. وجي حالتو انا نشوف مع نفسي كعيط لتوريا ترونبلاسيني. وصلت وفين هي؟ بغاتك تجي تستقبلها بيدك. تستقبلها؟ وزيرة الخارجية هادي وبلاتي نسالي منها ونوريها الفشوش. شوف دابا انت غير سير بحالك الله يهنيك. انا نمشي ولا نبقى؟ ايوا لا حضر الماكي غير تيمم. شوفي سهام
قولي للشيفور يوصلك لداركم. الله غادي نخليك تمشي لحالاتك مع النوضه. يلا اجي، عندك 48 ساعه اجي ليا اي معلومه على اي واحد شكيتي فيه. باش ندير الخدمه ديالو كتبو تخسر هذا الكوز. ضرب وجهك دير سكيدين. كيفاش قالو؟ ماذا تفعل هذا المكان؟ ماذا تفعل بيسين كانت مع نانسي. وي دير داكشي اللي كيدير، قولي العنوان صافي انا جاي. الو اختي اش بغيتي؟ واش حنا ما نعسولو في الليله بنهار؟ اش كاين؟ اش واقع؟ دابا غير سمعني وسكت. سيدي جيت لعندو الحاج العمري غرق في لابيسين ومات. شنو قضيتك انت اللي مشيتي معاك يموت؟ انت كتشوف كل شيء على عينيك. المهم غتمشي معايا ناخذ الاقوال ديالك. كنتي غير انت والاساس والشيفور ياك؟ ثلاثة صافي. تفضلي معايا. عندك تخليوني تما. كنضمش. تفضلي تفضلي. Thank you.
وزرني راسي ويدي لي شي سمعك يموت شي واحد بغي يقضي عليها ويقضي عليا حتى انا مسيكا ما تكبروش الموضوع الناس كبار تيكونوا ديما متبوعين وزيد انا شي كامل غيكون هيك شي حسيفه شكرا ايه وشنو درتي في الملف ديال الحاج العمري تقرير الطبي اللي توصلنا به تيبين بان الضحيه بس مسموم والسم توضع له في المسكين اذا حنا امام جريمه قتل بون عمر الله يخليك غادي تكلف لي بالضحيه رقم جوج غدير لي بحث على المحيط ديالها الاصدقاء ديال وجيران وعائلته اي معلومه صغيره ولا كبيره ممكن تفيدنا في هذا الملف اوكي داكور بن عيسى نعم نفس الشيء ولكن ضحيه واحد الجيران ديالو مهم تسكيلا رابور مع المحيط ديالو واخا شاف انت رشيد غاد نوت خليك من نانسي وسماء نو اش درتي مع فوزيه فوزيه خديت الاقوال ديالها وثبتت لي بان وقت الجريمه كانت مسافره للخليج تاكدتي من السفر ديالها اتصلت بالمطار واكدوا لي الكلام ديالها مهما انك تاكدتي ولا ما تاكدتيش بغيتك تركز البحث ديالك عليها تراقبها مزيان وتاكد ليا واش كانت علاقتها بقات مستمره مع الضحايا بجوج من بعد زواجها وحتى رجلها بغيتك تعرف لي واش كانت عنده علاقه بالضحيتين بجوج صافي وما تنساش الله يخليك شوف لي العينين ديالنا ودنينا اي معلومه راه ممكن تفيدنا للوصول للمجرم داكور واخا الشاف انا بغيت نسولك نانسي اش نديرو فيها نانسي 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 صافي نساوها خليوها لي يلا او طرافاي ايه او طرافاي اجي وي دوز ليا بنعيش داكور عارف باللي انت راقصة نفسي اللي بغيت نقول هو من جيتي على جيتي هنا واش كانت عندك ولا عندك دابا شي علاقة عندك ليا شي عريس علاش هادو اللي كيتقاتلوا عليك ما فيهم حتى واحد يستحق الزواج ما عينهمش في الزواج كيتزيفوا كيجنون المهم هضري لي على راسك ماشي وقته زيدون انا مشغولة امتى تكوني مسالية دوز عندي غدا للدار مرحبا بك عندي ربو لا كارت فيزيت ديالي هي النمرة ديال البورتابل ديال البيرو اتصلي بيها ويسكي كوكا جيتي كاع ما حسيت بك ملي دخلتي سي نورمال كنتي ناعسه قلت نتسناك ساعه ملي تعطلتي ديتني عيني
تقدر علينا نعسو؟ بيان سور نعسو، حتى هما عياو. جو سوي ديزولي، كتعرفي خدمة البوليس، ضايلة بزز مني. عندك نطلع لك في راسك. منصف، خدمتك على راسي وعينيا، ولكن حاجة وحدة اللي كديرها لي، هي ملي كتشرب. الحمد لله اليوم ما شربش، وحتى لو شربت والله إلا بزز مني، ورغم ذلك غادي ندير مجهودي. يلا، نط نعس، راك عيان. كيفاش نعس؟ والانيفيرسير دو مارياج ديالنا باقي فيك ما يحتفل. اي كومون، هي الحلوه في كل بلاصه. انا الحلوه وحده اللي كنشوف هي هذه اللي فوق الطبله. وهاد الحلوه اللي قدامي انا. على النهار اللي تلاقينا فيه. شحال من مرة كتعاود لها؟ بس كتخلي نعاود لك عافاك. ملي سكتت لي الطوموبيل وجا البوليس جلس كيغوت عليا ونزلتي انت غضبان وطير لك. ايوا بيان سور يطير ليا، تيمبلوكي البولفار كله وانا مزروب وكان جاي باش نغوت عليك. كل ما بنتي ليا كتبكي بقيتي فيا. بقيت في كل عجبتك. دابا علاش كتقلبي؟ وقول ليا بجوج ناشطة. منصف بوطاب بابا وي وي بلموس. فين؟ واخا شوف ندير اللازم انا جاي. لا ما تسنانيش غير دا. يلا الله يهنيك. ديزولي. Merci pour la soirée. Oh, quand tu seras, tu es génial. Tu es un amour. كل شيء عندك طبيعي. كيبان لي غير الخلعه اللي اثرت عليك. غادي نخليوك ترتاحي واحد شويه. يمكن لك تغادري المستشفى وقت ما بغيتي. تصبحي على خير.
نتهلاو بهاد الناس ولا نمشي نشوف معاهم. عارف بلي الوقت ماشي هو داك، ولكن كيخصني نعرف كلشي اللي وقع بالضبط. عافاك خليتها لغدا. حتى لغدا اخا، انا غادي نمشي نشوف حتى علاش يبقاو شادين كنا. قال لي الطبيب نقدر نمشي، ولكن ما فيا ما نعيط لك حتى واحد. ياك نتمنى نوصلك. صباح الخير. اسمح لي غبتك معايا البارح. ماشي مشكل، كنت عيانة وخايفة وما كانش ممكن خليك تباتي بوحدك. نزيدك شوية الحليب؟ لا، قهوة بركة عليها مزروب تابعني الخدمة. شكون حل الباب؟ هاديك عرسان. أنا شكون عطاها الساروت؟ أنا عطيها الساروت. صباح الخير. ياك ما جيت في شي وقت ماشي والد. ويلي البارح مسكين جابني من السبيطار وبقى معايا. المهم نخليك دابا، نعاود نتصل بك من بعد. الله يهنيك. بس ما هكذا شي ونسك السي مصيف. سيري شوفي الفراش، راه كل واحد فينا بات بوحده. يلا طبي لي شي كاس القهوة عاودي لي. واش وصلت لكم الجرائد؟ وفين وصلتوا؟ مهم نتيجة. إذا ما كاين والو. لا لا الله يخليك، وقف على هاد الميف بيدك حتى تساليه. الله يهنيك. الو صباح الخير، فين وصلتوا في قضية نانسي الراقصة؟ عاد قطع معايا سيادة الوزير وراه مقلق. إذا ما درتو والو. شوف الله يخليك، شوف اسمع، غتكلف بالميل في بيديك. حتى تطوي في أسرع وقت ممكن. الله يهنيك. ألو قول لي فين وصلتو في قضية نانسي الراقصة؟ يلا الان قطعت مع السيد المدير المركزي وراه مقلق ومقلق بزاف. اذا قول لي ما كاين والو. السلام. لا 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 الله يخليك، بغيتك توقف على هذا الملف في يديك حتى تطويه وفي اسرع وقت ممكن. سمعتيني؟ يلا طيب. سمعتوا بودنيكم، الوزير مهتم بالقضية شخصيا. الرأي العام كيتكلم، الصحف ما ساكتاش. راه خصكم تعرفوا بلي المنصب ديالي والمناصب ديالكم مهددة. فكوا عندنا هذا المشكل الله يخليكم. كنشوف انت تشوفنا خدامين بالليل وبالنهار، شوف هي حالتنا كي ولات. راه عارف بلي خدامين، ولكن المسؤولين ما عندهمش هذا هو الهم ديالهم. المسؤولين راه المجرم خصو تعرف ياخذ الجزاء ديالو من في التطوى. دابا عطيونا شنو عندكم. هاك هذا الدوسي اللي كلفتيني به، في معلومات على الضحيه والناس اللي كتعرفوا حتى نوع العلاقه اللي عندها معهم. المهم هو شوفوا راه في كل شيء. انت عمر نفس الشيء بالنسبه للضحيه الاخرى، كل شيء غادي تلقى عندك هنا في هذا التقرير. واخا خليوا لي هاد الملفات انا غادي نطلع عليهم، ممكن تمشيو في المكاتب ديالكم. بقى راه شي اللي بغيتك. عندي مشكل. مالك؟ اختي دي ماكلات. مالك كي جاتك؟ ايوا خليني ساكت حسن. لا يهضرني تهضر.
شكون غادي يدق علينا دابا؟ قلتي فين غادخلين حلال هذا الراجل؟ عندو كيكون القتال. هو ناض حلال الراجل. واحد يا حبيبتي ما نتقدمش عليك. شبعان ميرسي نانسي بغيت نهضر معك. هضر تفضل. لا ماشي هنا برا. ياك ما في الكوميساريه. نو فشي بلاصه اللي ترتاحي فيها انتيا. متسناني نبدل الحوايج. قلتي لي غادا تهضري لي على راسك. منين غنبدا قصة طويلة؟ أنا هنا باش نسمعها. خفتك تكرهني. علاش غادي نكرهك؟ نتوما الرجال كيجيكم النفس على بعضياتكم. ما عندك علاش تخافي غير بداي. أنا ما سميتيش نانسي. أيوا قلت لك أنا مبقاش تجي هنا بوحدك. خايفة ليا كثر من نفسي انا هيما. ملي غنجوجو غنتزوجو يزيد خوفي عليك. عرفتي شتي يقولوا لك الناس في الدوار؟ واش تيقولوا هاد الناس؟ تيقولوا انا سحرت ليك. ما كذبوش سحاره وسحرتي انا. ومنين انا سحاره غنقول لبا ما بقاش الخطوة. نعيمه الله يهديك نعيمه. ايوا اش قلتي يا سي الحسين؟ واش غادي نقول لكم؟ أنا هذا الأمر خرج من يدي والبنت قرينا الفاتحة ديالها عادي شحال وزايدونا سيد الرئيس القبيلة كلها عارفة باللي علي نائمة ونائمة لعلي والكلمة روح الكلمة روح سيد الرئيس. أسمع الكلمة روح كيظهر لي باللي أنت نسيتي شي وقت كنتي عندي خماس دابا ملي درتي شوية ديال الفلوس سخنتي بيهم. يا الزمان راه كيدور وغدا ولا بعده وما تلقى ما تاكل وداك التراكتور اللي كتباها بيه راه يمكن يخسر ولا يتسرق وما تلقاش اللي يمد لك يديه. الا كانت مكتبه مرحبا بها. عقل باللي جيت لعندك وكبرت بيك وعطيتك حق النسوبية ساعة انت بدلتيني بداك ولد السارح. يلا أبا عندك بس دعراتك مع ناس ما عارفينش مصلحتهم. زيد قدامي عقل مزيان. كنت جاي للدار بلي رئيس الجماعة هو ولده غادي ندار السي حسين. ولاش غادي نعدو؟ أنا اللي عارف علاش غادي نعدو. شنو زعما؟ باغي نخطبو نعيمة؟ بحال داك الشيء. هو مالك أنت خايف؟ ياك نعيمة خطيبتك. تعرفيش رئيس الجماعة. مالو رئيس الجماعة؟ أش غادي يدير؟ علي رئيس الجماعة خطب نعيمة لولده. شكون قال لك الهضرة؟ نعيمة. ها اللي قلنا. الواليد أنا راه خايف لي يمشيو يشكو فينا. الله يهديك ما تخافش عليا ويشكو كاع أجدو ما يديرو. أسيد الحاج هادشي اللي كدير راه حرام أسيد الحاج. الحاج راه ملي غادي يتزير غادي يجي تال لهنا وملي وافق على الخطوبة داكشي كاع اللي خسر غنفديه ليه متني ومتلت غير كوني هانية. إيوا أسيد الحاج اللي سمعك كتغوت يقول بلي واعر
وانت يا سيد الحاج قلبك حنين. يخليك ليلي. مصيبة الحاج على علي ولد بوشايب. مالو؟ البارح في الليل تحرك كامل الدور السبيطار. شديه تما بغا يخرج تراكتور من العافية. ما كنتش كنمشي عندو للسبيطار حتى النهار اللي مشينا لدارو. تما كانت الصدمة. شنو وقع؟ الحمد لله على لطف الله، على سلامة وليد الحاج. الله يسلمك. وين هي نعيمة؟ ها هي جاية، ها هي غاتجي. ها هي. ما قدرتش نشوفك في هذه الحاله. واصبر اوليدي علي دابا توالف. حيا ليش بقى لا ما توالف علي؟ هاد بقى ما تبغي على هاد الشيء. جينا الحاجه على هاد الشيء جينا. اذا كان عليا مراتو في العافيه على ولدنا، حنا راه ماشي الولد الحرام نتخلاو عليه. حنا باقي شادين في كلمتنا. اي وجينا نخبركم بلي العرس غادي نديروه في راس الشهر ان شاء الله. ايوا اش قلتو؟ ايوا ونعيمة موافقة بعدا. موافقة الحاجة، موافقة. وشنو هي ديري؟ هادشي اللي جيت عندك انا كيبان لي نقتل راسي كاع. قلت لي راسك؟ اش التخربيق؟ راه جبيها في راسك. واش بغيتيني ندير؟ سناني جاية. معلوم ديالي. منين جاك؟ من خدمتي. اش كديري؟ راقصة. هادشي كاع درتيه من شطيح. حيت انت تقدري ديري كثر من هادشي اللي بغيتي. لا اختي انا بغيت يذبحني. لا حتى انا كنت خايفه بغيت يذبحني في الاول. وني مشيت للمدينه وخدمت وتشهرت وجمعت الفلوس، انت كتشوفي كلشي كيحترمني. وقال لي عنده شي مشكل مع رئيس الجماعه كنوقف معاه. كاينه. عرفتي اش غديري؟ يلا معايا للمدينه. مدينه؟ ما يقدرش يتراجع. وراك شتي راه ما راسو في العافيه على ودنا. هي ها بنيتي الله يرضي عليك. واش قلتي؟ نعيمه نعيمه العروسه اللي كتسناو هربات. نعيمه هربات مع سناء. هربات هربات. علي علي نخليك الماء طول معك ونكتب لي على ما خليك. ميرسي. مالك خايفة؟ ما دايرة والو، جايبيني في فرغونات بحال شي مجرمة. من بعد ميرسي. عندنا مجموعة ديال الأسئلة وباغينك تجاوبين عليهم. أنا ما عارفة والو. وحتى تسمعيني بعدا شنو نسولك. اسمح لي سيدي. ماشي المشكل. قولي كتعرفي السي شرفي؟ شرفي؟ إيه كنعرفو. عمرك مشيت معاه للدار؟ يمكن مشيت معاه شي مرة. الله يخليك. الأجوبة ديالك تكون محددة هي أو لا. مشيت معاه واحد المرة. وراك شي باب سري عنده في الدار؟ لا
وراني شي حاجه بحال هكذا. سي سلمي مات مقتول نهار السبت مع 12 الليل. فين كنتي؟ كنت في داري. بوحدك؟ بوحدي. قالت لي نعيمه بلي انت وياها. شكون نعيمه؟ نعيمه صاحبتك. ناسي. قالت لي بلي انت وياها مدور واحد. ايه. اذا كتعرفي علي خطيبه؟ ايه سيدي كنعرفو. اخر مره شفتي فيها؟ نهار خرجت انا ونعيمه من الدوار. بغيتي تقولي نهار اللي هربتيها من الدوار؟ ما عرفتش علاش كتسولوني انا عليه. ما كيبانش لك بانه غريب شويه يوقعوا ثلاث جرائم قتل كتكون حاضره فيهم نانسي والمجرم في هاد الجرائم بثلاثه ما كيأديهاش؟ عاديه؟ ما عرفتش. وزيدو نهار وقعت الجريمه الاولى انا كنت مسافره في راسنا، ونهار وقعت الجريمه الثانيه كنتي خدامه. واذا علاش جايبيني لهنا؟ كانت عندنا مجموعه ديال الاسئله وكنا باغيين تجاوبين عليهم. وجاوبت عليها؟ جاوبت عليهم. الان ممكن تفضلي دارك. سيده سناء، عندك صور دار نانسي؟ عندي. من امتى هما عندك؟ نهار سكنات. الله يهنيك. ويا عمر، شوف الله يخليك، سناء عاد نزلت من عندي. شوف لي ابن عيسى وشوفوا اللي عاونكم ومراقبه 24 ساعه على 24 ساعه. الله يعاونك. رشيد اجي دخل عندي. نانسي بغيت نهضر معاك في واحد الموضوع وخفتك تفهميني غلط. غيهضر واخا عرفتك علاش جاي. ايوا بصراحه الناس بداو تيهضروا وجيتيني انت تبدلتي ما بقيتش تعطيهم الجديد. داكشي اللي داز عليا راه ماشي ساهل. انا لا راني فاهم وراني مقدر، ولكن انا الجمهور راه تيعطي فلوس وخاصو الفراجه. المهم خاصك تبدلي طريقه الخدمه ديالك باش نستعيب هاد الله شنو كتبوا عليك. شنو نطلب؟ المطلوب سهل، الا تغربيتي ليا شويه من هنا وصيفتي ليا شويه من هنا غادي يكون احسن. هي قول نتعرى وصافي. لا داك راه سي دولار. وانت فنانه ولا ماشي فنانه؟ اش درتي مع الشيفرات؟ خديت الاقوال ديالهم ودرت لهم محاضر، دابا ندوزهم لك تشوفهم. الشيفر ديال سلمي حتى هو. وفوزيه شفتيها؟ فوزيه على حسب البحث اللي درت تبين لي بان الزوج ديالها كانت عنده علاقه مع الضحيات بثلاثه. شنو هاد العلاقات؟ علاقه تجاريه. هي بقى علاقتها بهم مستمره؟ لا بالعكس، قطعت معهم نهائيا. واخا بغيتك تشوف لي جميع الارقام الهاتفيه اللي كانوا كيتصلوا بها وحتى اللي كانت كتصل بهم هي. داك شوف بلاتي. الو نانسي، سي كوميسير منصف. لا لا والو، بس قول لي فين كنتي دابا؟ واخا حنا جايين عندك دابا. لا ما نعطلوك لا على النيميرو ديالك لا حتى حاجه. غادي واخا يلا. بارك عليك من الشراب. ما تخافش عارفة قياسي. نفسي اختي قال لك المدير داكشي اللي كندير ما بقاش عاجبو، بالعربية تعربت بغاني نتعرى. شتي اش غديري؟ انت اش تحوينا نتعرى؟ ضحكونا معاكم. لا لا غير مسيكا كان كيعاود لي شي حاجه. مسيكا عاودنا تحنا الحاجه. كنحشم بصح. عجب علاش انت ما كتحشمش؟ لا انا كنحشم بصح. العجب اش بغيتوني؟ لا والو، غير الصور ديال الدار ديالك. واش كيديروا هاد السنه؟ دار تبع لوطيل وقريبه له. ملي تنعياو في الليل كتمشي سناء بوحدها ولا كنمشيو بجوج؟ كانت ساكنه قبل تما؟ الراقصه اللي جات جديده كيعطيها المدير الدار، وقبل مني كانت ساكنه سناء، وقبل منها ساكنه فوزيه. عالي عندك شي خبر عليه؟ شكون عالي؟ عالي خطيبك؟ عالي مني خرجت من الدوار ما عاود شفتو. علاش؟ غير سؤال، اش كظن يقدر يدير الى عرفك هنا؟ ما عرفتش. شنو كنيتو؟ الحياة.
حياني علاش كتقلبوا عليه؟ المهم الا سمعتي عليه شي اخبار ولا شفتي اتصلي بيا. واخا الله يعينك. نو ميرسي. يلا سيدي واخا الشاف غنكمل كاسي. يلا سيدي تبعنا الخدمه قال لك تكمل كاسك. فين كنت يا صاحبتي مسموح وانا كنقلب عليه؟ انا للبوليس معاك تسنيتو حتى مشاو عاد جيت. يلا يلا نبدل الحوايج. سناي بغيت نقول لك شي حاجه الحق وعدي ما تقلقيش مني. اش طاري؟ علي جا باش يشوفك. علي 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 شحال هادي وكيقلب عليك؟ فين شتي؟ مشيت عندو بلاصه فين ساكن. فين هو دابا؟ هو الفوق في البيت ديالك فين كتبدلي. ويلي يا صاحبتي شكون طلع عندي البيت؟ تخافيش راه انا اللي دخلتو. ديري يا صاحبتي غيشوفني في هاد الحاله راه غيقتلني. علي كون كنبغي اديك كون اداك شحال هادي. مال واجهش يهضر معايا شحال هادي. خاف لا تشوفيه وتهربي عاوتاني. ناري يا صاحبتي ناري خايفه. تخافيش عرفتي والله وتشوفي حالته تيبقى فيك. خصني نمشي نشوفه قبل ما نبدل. يلا غنخليكم تهضروا بيناتكم صافي. علي عافاك دور عندي. علي دور عندي. اسمع لي غندير لك عملية وترجع كيف كنتي. أنا دابا ولا عندي الفلوس. وإلا وليت كيف كنت ترجع تبغي أنا كيف كنتي. لاباس؟ لاباس. فين هي الدار فين ساكن علي هنا؟ هو اخوه. انت اخوه؟ اه. كاين باك؟ لا. امك كاينه؟ كاينه. تكلم علي؟ واخا. يلا سير. لاباس عليك؟ مرحبا بك. شنو عندك؟ هذا دكتوره راه هضر معايا من اللي جا. وعاود لي بلي بغا يدير عملية تجميل. بون داكا بغيتي دير عملية تجميل؟ واخا. غادي نشوف درجة الحروق اللي عندك باش نعرف نوع العمليات اللي خصها دار. وغادي ندير لك اندوفي. ولكن ممكن تحكي لي كيفاش طرا لك في الحديث؟ هادو هما التصاور ديالو قبل ما يتحرق. ما عندك شي تصويره ديالو بعدا فاش تحرك؟ اوليدي اش بقى فيه ما يتصور؟ كزكزه شريفه كزكزه تفضلي. ممكن تعاودي لي الوقيته فاش هربت نعيمة؟ شنو دار من بعدا؟ واش نقول لك اولدي؟ هذاك النهار عمرو ما يتنسى. نسيت الولدي علي ملي ساق الخبر بلي نعيمة هربت مع صاحبتها. هز العود ديالو وتبعها. ولكن ما لحقها شيء. كيعاودوا لي الناس اللي شافوه رجع للدوار ومشى عند رئيس الجامعه. شكون هاد خيل اللي جاي؟ شكون؟ جاك الوالد انا علينا يا وليدي. مسكين وليدي رجع وتوادع معايا انا وباه وخوه وتما ما شفناه. رئيس الجماعه شنو دار؟ اش عنده ما يدير؟ كمدها وسكت حيت عارف بلي هو اللي سبب واحد تحرق. وما عرفتوش فين مشى؟ لا وليدي
واش كتسولوا عليه؟ من نلقاوه باش نرجعوا للدارهم. صعبه وليدي، ولا كل ما كنكسب وتجيبوا ليا داك كل ما كنكسب وليدي غتردوا لي الدر بيا غير وليدي. غيكون خير ان شاء الله لينا. شوفي هادشي كي تيبين مشوه، انا ما يمكنليش نشطح بهادشي. مازال ما شتي والو. دابا خلينا من الهضره، بغيت نشوف عالي. قال لي بلي غترجع لي بصح. ليش شوره ما لقيت ما نقول ليه نكذب عليه؟ علاش كتكذبي عليها صاحبتي؟ واش عرفتي شحال خصو باش يدير عمليه تجميل؟ ودابا علاش بغيتي؟ عارفه فين ساكن؟ عارفه فين ساكن. الا بغيتي تمشي عنده نجيب لك موط الطاكسي اللي كيديني عنده. غيديري دابا. ولكن بلاتي قولوا راه البوليس كيقلب عليه، راه شاكين فيه بالله هو اللي قاتل. مشي عندهم ولا تفاهم معاهم ولا شو شنو يدير. عيط لي المول تاكسي. جات وليدي حنا اللي مبوكسين مع النزهر. واش تابعني؟ لاش راك السيد معاك الحوت؟ ما تحكيش عليا، انا عوالا ندوز معاك هذا النهار. وي عمر، الهدف باقي تحت المراقبه. تري بيان، شوف الله يخليك، إن فوت بالك تقابلت مع شي حد كتنطبق عليه المواصفات ديال علي تلقاو عليهم القبض بجوج. يلاه الله يعاونك. سي رشيد، انا عندك شي جديد؟ هذه معلومات على فوزيه والضحايا ثلاثه. هذا الشيء ما كافيش. هذاك الشيء اللي طلبتين في العشيه يكون واجد. ماشي غادي نوريك خدمتك الله يخليك. جيب لي شي حاجه من الموساج، فواتير، اتصالات هاتفيه، شيكات بنكيه. ماشي هذا قال، هذا اسمع. فهمتك الشاف، ولكن راه تيبغي لك شويه الوقت. كيفاش شويه الوقت؟ حتى يمشي فيها شي وزير ولا؟ سير دير خدمتك. ماشي يكون عندك الملف كامل. الله يهنيك. مشيت عنده. علاش شنو وقع؟ عافاك اختي الطاكسي سير عنده بردي. صافتي انا راه مشغوله دابا وزيدو ما فيه ما يمشي عنده. عمرني ما نسى خير كنت في الحاله اللي خليته كان عافاك يخدي بخاطره الله يرحمه. واخا داكشي اللي وصيتيني عليه راه كاع ما قلتو لي. ياك الهضره المهمه ما قلتيهاش لي. شتي انت ما غتمشي حتى غتخرجي عليه. انا كنتسناك هي تترجعي.
فين هو اللي كان معايا؟ ما كان معايا حد. فين هو علي؟ ما كان معايا حتى حد. راه قام محلول جريني دخلت مع علي جري. وقف وقف بوليس ما تحركش. بغيتي تصرفي بنوتي باش راه طرف سيدي والله ما دايرش ولا اها دير والو وصلتوا شي حاجه هو معكسه نكرات كلشي ما بغات تعترف بوالو هما اللي كتبكي ما معنى والو هي من الصباح وهي مسخسخانة ما بغا تقول حتى شي حاجة واخا تفضلوا لمكاتبكم سي رشيد وي الله يخليك لما صيفطنا واحد ترموز ديال القهوة ودو طاس وي واخا هاك قهوتك عارف بلي ما عرفت حاجه ولكن خصك تعاوني معنا هي تعاون معكم ولكن يقول لي شنو خصني ندير ركزي معايا وجاوبيني بلا كذب والله ما كنكذب السيد اللي مات في دار ناسي سلمي مالو اللي دخل الدار دخل بساروت لانه ما فرع باب مهر الشر وساروت عندك غير انت ومولا الدار اللي هي نانسي والضحيه رقم واحد اللي مات مدبوح السيد شرفي قالنا الشيفور ديالو بانك تي على عين بالباب السري اللي من خلاله دخل المجرم ونفذ الجريمه ديالو هذا بالاضافه لانه تم القبض عليك وانت كتقابلي الشخص المبحوث عليه رقم واحد بالنسبه لنا واللي في حاله فرار واللي هو علي خطيب نانسي واللي عنده المصلحه رقم واحد في انه يتخلص من الناس اللي عندهم علاقه بالخطيبه ديالو اللي هي نانسي كظن ماشي حرير هذه تفك بسهوله فسري لي انت السارود ديال الدار عندي ولكن يمكن يكون عند رخيصه فوزيه حتى هي معقوله والباب السري اللي قلتي ايه انا عارفه لكن هي انا عارفه وعلاقتك بعلي علي ولد الدوار اجا باش يشوف نانسي انا كنمشي عندو باش نعاونو حيت حاسه بالذنب حيت انا اللي خرجت نعيمه وديتها تخدم في الاوتيل وفي
فين هو دابا؟ ما عرفتش. في نظرك علاش هرب؟ يمكن يكون خاف. انا براسي ما فهمتش، ما عرفتش علاش هرب. ما عرفتيش علاش هرب؟ انا نقول لك علاش هرب. هرب بكل بساطه لانه هو المجرم، هو اللي قتل. قاتل علي يقتل؟ لا ما يمكنش، ما يمكنش علي، ما يمكنش يقتل. نعاودوا من الاول. مازال ما سالت شيء. خصني 80 مليون باش ندير عمليه تجميل. انت خاصك 80 مليون باش دير عمليه تجميل ولا مالي غنخلص لك من عندي؟ تي دايره معايا دير معاك واش انت حماق؟ انا 10 مليون عطيتك راه بزاف عليك. شوفي راني خصني 3 خصني 4. كلمتو مشي جيب لك بعدا حوايج تبدل هاد الحاله ومعطيك الفلوس من هاد. شفتي هاد الشيء؟ شفتو؟ غادي تمشي معايا. فين غنمشي معاك؟ عند فوزية. علاش نمشي عند فوزية؟ كيفاش علاش نمشي عند فوزية؟ ما بانش هاد المبالغ المالية الكبيرة اللي متحولة من حساب ديالها حساب الضحايا بثلاثة وبلا مقابل. أكيد كانت كتاخذ من عند راجلها وكتعطيهم. علاش؟ شنو السبب؟ ما تنساش بأن راجلها رجل أمل. هو ماشي هي. ثم هاد المكالمات الهاتفية اللي خارجة من بورطابل ديالها في اتجاه هاد الضحايا بثلاثة وبهاد الكثرة هادي. أضيف إلى ذلك اللي كارت فيزيت ديال أطباء جميل اللي لقينا في الدار ديال علي. زيد بدنا. أشنو التحليل ديالك الشف هاد اللي كارت فيزيت اللي لقينا؟ بكل بساطة أن علي كان كينوي يقوم بعملية جميل، وهاد النوع ديال العمليات كيطلب فلوس كثيرة. ملايين. إذا علي عنده الفلوس. منين جاو هاد الفلوس؟ من عند فوزية. شي واحد اقسم بالله ما قتل شي واحد. عيب الله راه عارفين بلي ما قتلتي حتى واحد، ولكن اللي ما بغيتيش تعرفي انت دخلها لدماغك هو انه كل الحجج والدلائل اللي تحت ايدينا كديرك انت بالدرجه الاولى، في حين انا والمتهم رقم واحد هو علي فعلت فيرا. تهزي جريمه بوحدك. الوغ اعترفي وقولي ان الحقيقه غادي يضمن لك تخفيف ديال الحكم. وتكلمي. واخا الوقت اللي كنت خدامه في لوطيل قبل من سنه ونانسي تعرفت على سي شرفي وسلمي والحاج العمري. كنت كل نوبة كنسهر مع واحد فيهم. ما كنتش كنعرف بأن كتربطهم ثلاثة علاقة خدمة ولا تجارة ولا شي حاجة بحال هكا. علاقتي بهم استمرت عامين. في واحد الليلة طلبوا مني باش نشطح في واحد الحفلة غادي يجي ليها مستثمر من الإمارات.
سميتو خالد أبو النجا وفعلا مشيت. شو رأيك؟ راك سوايد حلو تيانن. الحمد لله. بخا اسمحوا لي عفاكم انا خصني نمشي ومازال الليل طويل. انا بعدا ويروح. ها كانوا مخطين لكلشي ساره. كانوا حاضرين ليها عيالات مجوجات ومحترمات. ساره كانت محترمه وحنا في الطريق بدا كيحكي لي على الشرافي وصحابه. صحيح رقصك وايد حلو. أول مرة تشوفني أرقص؟ أول مرة. بس الناس حشوا عنك وايد. وش قالوا؟ شو اللي خير؟ ظرف وأمان أدب شريفة ما ترقصي إلا في المناسبات العائلية. وقالوا كمان أن ظروف مادية هي اللي خلاتك ترقصي. صحيح هذا القول؟ اي صحيح. هذا انا قررت اعمل بنصيحتهم. انا ابغي اتزوج. موافقه؟ فاجئتني. مفكر نرد عليك رده. بس لي شرط. ما في رقص بعد الزواج. حتى الك؟ لا لي انا رقص على طول. شو اللي وقت؟ فعلا تجوجنا وتبدل الله وقطعت الخدمه. بغيت راجلي بزاف وحلفت باش ما نخونوش ولكن ما ضربش حساب لولاد الحرام. شرفوا صحابه كانوا كيبتزوني وكيطلبوا مني الفلوس. اعتبروا زواجي صفقه وبداو كيهدوني بان عندهم تسجيلات بالصوت والصوره. ما كانش عندي شي طريقه غير انني نتخلص منهم. وهذا حقي لان بغاو يهدوا لي حياتي وبغاو يفرقوني مع راجلي. بغاو يدمروني. قبل ما نفكر في الطريقه قلت نطرق واحد الباب. مشيت عند المدير ديال الفندق اللي كنت خدامه فيه وتما تلاقيت معاه. إلا خصني نسولك. باردون؟ ما تعرفيش هاد البنت هادي؟ إيه كنعرفها، أش كتجيك؟ خطيبتي. خطيبتك؟ أجي معي نوريها لك. جيتو معايا للدار وقدرت نزل ليه لسانو ونعرف قصته. حتى انا حكيت له قصتي مع الشرافي وصحابه وقنعته بان نانسي غتواجه نفس المصير. وعدتو بانه الا قتلهم غادي نعطيه الفلوس باش يدير عمليه ديال التجميل. واكدت لي بان نانسي ميمكنش تشوف فيه هو مشوه والشرافي وصحابه على قيد الحياه. ايوا اش قلتي؟ عندي ميت سالك راجل معنى الكلمة. شوف
غادي نعطيك 2 مليون في الاول، وملي تسالي غادي نزيد لك 8 مليون، هي 10 باش دير العمليه. متفقين؟ دابا غادي نعطيك الحوايج باش تبقى تجيني باش ما يعرفك حتى شي حد. ها وغدا ان شاء الله غادي ترجع عندي في العشيه باش نتفاهموا على الخطه وعلى المسائل. متفقين؟ وفعلا رجع عندي الغد ليه ولا بس حوايج العيالات كيف ما طلبت منهم. تبارك الله عليك، بحال هكا ما يمكنش يتعرف عليك شي واحد. هاد الصور ديال دوك ولاد الحرام، هذا الشرافي، وهذا الحاج العمري، وهذا السالمي، هاد الورقه مكتوبين فيها لي زادريس ديالهم كاملين هكا. هذا الساروت للدار اللي ساكنه فيها نانسي دابا. هادشي اللي تسالي منه غترميه ما تخليش عندك. تفهمنا؟ الفلوس علاش اتفقنا البارح. ودابا تفضل نقول لك شنو غدير. جلس. وفعلا فهم كاع داكشي اللي قلت ليه. والسيروت ديال دار نانسي منين جاك؟ الدار اللي كتسكن فيها نانسي دابا تابع لوطيل. أنا سكنت فيها من قبل، وقبل ما نعطيها الساروت خرجت عليه الدوبل. مسيك أنا مسافر يومين وبغيتك عينيك ودنيك في كل مكان، ولا عندك شي مشكل تصل بيا في التليفون. أنا ما كدبش عليك، أنا ما قد على مسؤولية بصداع. ومسيك أنا غادي يومين. إيوا راك عارف مسؤولية رب الفلوس. وصافي مني غنجي ندور معاك كون عي راجل وتحصل الهضرة. علاش؟ وصافي دابا يلا سلامة. راجل تزعم راجل. Thank you.
كنتسنى الشاف ما نتفرقوا حتى يكون البيت عندنا ان شاء الله. لا سي موسيف هو الطاكسي عنده شي معلومات مهمه. اش من المعلومات؟ جيت غادي في الطريق على واحد السيد محروق. اه فين ديتيه؟ ديته لوطيل صوفيا ومنين زعت عطاني 8000 ريال والسيد بان لي عامر دمايات. يلاه سيدي قبل ما يدير لنا شي حاجه. انت حبيبي وانا حبيبك انت حبيبي وانا حبيبك وفين الحب فين العهد يا حبيبي حبك باين في عيوني ومخبي دمعي الناس يعرفوني إني جرت قلبي